حصل على الميدالية الذهبية كأس آسيا لعام 2007. شرفنا اليوم في حفل افتتاح معهد كرملاء الروسي. حضر معنا ليشارك أبناء العراق الجمهور الرياضي حفل افتتاح ملعب كربلاء الأوروبي في هذه الأمسية العراقية المباركة. شكرا لك يا فيرا، شكرا لساعدك الذي يرفع علم العراق وسط ملعب كربلاء الأوروبي. راضون لصنع الانتصارات في سوح الوغى وفي سوح الرياضة إن شاء الله. موقع سومر أونلاين.